تحت شعار Save the Rest أنقذوا البقية، نظمت مجموعة من النشطاء والمعتقلين السابقين في سجون النظام السوري وقفة تضامنية في العاصمة الألمانية برلين للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين وكافة معتقلي الرأي في سوريا. ولم تقتصر الحملة على برلين، بل شملت عددا من العواصم والمدن في أوروبا وتركيا ودول أخرى. وخلال الوقفة عرض المنظمون مشاهدا تعبر عن جانب بسيط من معاناة المعتقلين داخل سجون النظام. هي بس خطوة لتذكير الناس انه في معتقلين ما زالوا مهددين بالموت كل يوم تحت التعذيب. كان لي شرف اني اكون منهم لفترة، وكثير من الموجودين معنا هون كانوا معتقلين لفترة، ونحن بنعرف شو يعني تعذيب بالسجون السورية. فعلى الاساس كانت الحملة هدفها الاساسي انه نقول للناس فيك تعمل شيء تحمي البقية، تحاول تحمي البقية. طبعا يمكن هي اليوم اللي عملناه هو محاكاة بسيطة جدا لواقع السجون. ولم تقتصر الوقفة على المطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون النظام فقط، إنما من سجون كافة الجهات المرتبطة به بشكل أو بآخر. السبب الرئيسي لمشاركتنا هو إيصال الصوت للمجتمع الغربي، للمجتمع الألماني خاصة، يعني لكي لا يتم نسيانهم بالأحرى. بالتأكيد كمان كتيار المستقبل الكردي، منظمة أوروبا بالمنطقة الكردية، هناك كمان معتقلين تم اعتقالهم وتم اختطافهم على يد جهات أخرى مثل حزب الاتحاد الديمقراطي وغيرها. يعني فنحن كمان هون عم نطالب بإفراجهم وبإطلاق سراحهم. نحن بنعتقد أن النظام السوري استطاع أن يخلق الكثير من الجهات التي تعمل لأجله. وشهدت الوقفة تضامنا من قبل النشطاء الألماني والطليان الذين عبروا عن تأييدهم لمطالب المتظاهرين، مطالبين شعوبهم وحكوماتهم بالوقوف إلى جانب الشعب السوري. نحن نتجاهل دائما ما يحدث في سوريا ونشاهد كيف أن التعذيب يتزايد والناس يتألمون، لذلك أرى من الضروري لفت الأنظار لهذا الأمر والخروج إلى الشارع من أجل حقوق الإنسان. يجب علينا أن نجذب الناس إلينا لتذكيرهم بما يجري، ولينشطوا معنا لكي نرسل رسالة إلى الناس في سوريا بأننا لم ننساهم. بالرغم من تعقيدات الوضع الراهن في سوريا، إلا أن السوريون يستمرون بنشاطاتهم في دول الاغتراب للتذكير بمأساة معتقليهم في سجون نظام الأسد. بالرغم من الحملات التضامنية مع المعتقلين السياسيين والمحاولات الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، يبقى النظام السوري متعنتا ورافضا لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كخطوة أولى نحو الحل. ماكسيم العيسى، أورينت نيوز، برلين.